بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. في هذا المساء الأردني الطيب أبدأ بالقول: يا هاشمي الصبر، من كان صبره كصبرك جبارا به يشرف الصبر، ومن كان عبد الله بيرق مجده وحادي خطاه للعلا فله النصر. ونعم البيرق الذي يستظل به الوطن، ونعم حادي الخطى الذي يسير خلفه جيشا هو ذاته الشعب، وشعبا هو الجيش، وفي ظلاله المباركة وتحت قيادته الملهمة تتلاقى أعيادنا كلها: عيد الاستقلال وعيد اليوبيل الفضي والأضحى والجيش والنهضة والثورة العربية الكبرى، لتنشر في قلوبنا الفرح الغامر والسعادة والرضا بما حققه لنا قائد الوطن من إنجازات على المدى 25 سنة من عمرنا، وعما سينجز في أيامنا القادمة الواعدة بكل الخير والعطاء. تماماً كما يملأ قلوبنا وعقولنا الرضا بما حققه الآباء والأجداد الميامين منذ التأسيس وعلى مدى قرن كامل من الزمان، فالزمان في هذا الحما موصول بالأمان، والمكان بالمكان، والإنسان هو الإنسان الذي تباهي به قيادتنا الحكيمة الدنيا وبه يعتز الوطن. سيدي أبا الحسين، هذا هو الأردن الذي باركه الله بآل البيت الأطهار، وهم صفوة الصفوة من هذه الأمة التي قال عنها الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن عليها جلت قدرته بشرف حمل الراية الشريفة والرسالة المباركة التي نضحي من أجلها بالأرواح جيلا بعد جيل، وتعرف الدنيا كلها وتشهد لنا أمام الله والتاريخ بأننا لم نقصر في أداء الأمانة والحفاظ عليها مهما كانت التضحيات. هذا هو الأردن الذي نحبه ويحبنا قيادة وشعبا وجيشا، ونحلف له وبه إنا معه وبه معظون، ونقول له بأعلى الصوت كما قال الأجداد والآباء من قبل وكما سيقول الأبناء والأحفاد: ماء وسماء وترابا ودما وزنودا وحرابا. سيدي قائد الوطن، على عرش القلوب جلوسك يبارك لجلالتكم في اليوبيل الفضي هذا اليوم وكل يوم: عيد الأضحى وعيد الجيش وعيد النهضة والثورة العربية الكبرى، وعلى العهد دائما هذا الوطن الخالد وشعبه الوفي الكريم وجيشه الذي له من الشهداء في ضفتي النهر ما يرضي عنه الله. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.